المهرجان هو يعني أتت فكرة بالشراكة بين جمعية رباط الأنوار للثقافة والفنون والسفارة السودانية بالرباط. وأنا في هذا المقام اسمحوا لي أن أحيي الأستاذ الأديب القريب رشيد الياقوتي على الجهد الذي بذله في تنظيم هذا الاحتفال. المهرجان الغرض منه هو عكس جزء من الموروث الثقافي السوداني لأهل المغرب وتسليط الضوء على المشتركات الثقافية وتسليط الضوء على الأثر المغاربي في الثقافة السودانية. وكما تعلمون انه يعني الاثر الثقافي في الاثر الثقافي المغربي في السودان اثر ممتد لقرون خلت، يعني اولها يمكن يعني قدوم المذهب المالكي للسودان، فالسودان السودانيين يعتنقون المذهب المالكي على الرغم من ان كل الدول المحيطه بنا تعتنق المذهب الشافعي وغيرها من المذاهب، الا ان المذهب المالكي اتانا من المغرب. أيضا هناك العديد من الطرق الصوفية التي جاءتنا من المملكة المغربية الشقيقة، وأنا أقول دائما رغم البعد الجغرافي إلا أن التقارب والتلاقح الوجداني بين الشعبين سبحان الله يعني شيء يسر البال. يمكن برضو واحدة من الموروثات في الشعبين يعني إنه إحنا شعبين نميل للتواضع، نميل للزهد، نميل للبساطة، فهذا جعل الشعبين متقاربين في الطباع، متجانسين، وقوى الروابط بيننا. ويعني يمكن السودان له سفارة مقيمة في المغرب تكمل عامها 50 هذا العام، يعني كانت من أوائل السفارات العربية التي فتحت لها تمثيل مقيم هنا في المغرب. وأيضا المغرب منذ بداية سبعينيات القرن الماضي فتح سفارة مقيمة له في السودان، فهذا يعني يعضد هذه العلائق وهذه الموروثات الثقافية بين البلدين. وأنا أقول يعني أنه أول الغيث قطرة، فهذه أول قطرة في يعني العمل الثقافي الذي تعتزم السفارة أن يعني أن تقيمه مع عدد من الجهات الثقافية وعلى رأسها هذه الجمعية الرائدة، جمعية رباط الأنوار، والقيم عليها الأستاذ رشيد الياقوتي.